وردي. أني سي وردي. بحاجة تعديل. المدير بيطلع بيضحك قتلي. شو بدك لحقني لهون؟ جاي أطمن عليكي. مرتاحة هون؟ كتير. يعني أكتر من مكتبنا الصغير اللي منمنا؟ إيه أكتر. قد يعني؟ كتير. يعني هيك ولا قد اللي؟ آه. شباب. وردة شوفي، إذا متضايقة هون بالمكتب احكي لي، أنا بعمل لك واسطة مع المدير، خليني أقول لك لمكتبنا، لأنه مكتبنا كتير مفتقد لك. لا مرتاحة هون. قد إيه؟ وردة يعني بدها تضل هي 44 عندي بالمكتب، وشي بوشة. مين 44؟ هي الأنسة أمل اللي قعدت محلك. هلا كيف، عندك 44 موظفة تغزل فيهم على كيفك. بس الوضع ما راح يضل هيك بنوب، حاجة تعيط يلا بيطلع بيقتلي. شبكي؟ شو بدي أعمل أنا؟ شو بدك تعمل؟ مدير هون؟ ايه هون. شو عرفك انه هون؟ بعرف انه هون. ببين هيك انه هون؟ فيني قابله؟ شو بدك منه؟ شغلة خاصة للنص. لحظة لأخذ لك إذن. شو هاد؟ حلا على الصفر. دعيلي. الله ليوفقك. يعطيك العافية أبو جمال. أهلين. نعم. الله ينعم عليك ويرحم والدينا ووالديك. أستاذ، مشان الأنسة أمل اللي حطيتوها عندي، يعني ما كتير بتفهم بأمور الدراسة، فقريت رجعوا لي وردة. عفوا قصدي الأنسة وردة. هيك رأيها؟ هيك رأيي أنا، هيك شايف. ما حذرت. وليش بقى ما حذرت؟ ليش بقى ما حذرت؟ اولا لانه الانسه وردي بتنبق لمنصب السكرتيره اكثر، اوجه طلتها اوجه. ايوه. وثانيا الانسه امل معها بتتعلم شغل الدراسات، لانه هي بتلقط بسرعه. بتلقط. انت شو رايك؟ والله ما بعرف، يعني انا شايف انه مو من رايها. ليش الدربكه كلها واللفه والدوره؟ خلص الأنسة أمل تفهم بأمور السكرتارية، والأنسة وردة كتير ضليعة بأمور الدراسة، فيا ريت يعني تحطوا الرجل المناسب بالمكان المناسب. حلوة أيما، قصدي المرأة المناسبة بالمكان المناسب. فهمت ولا أشرح لك؟ أنت برأيك هذا شغلنا ولا شغلك؟ شباك. شغل مين؟ شباك. شباك. شغل مين؟ لا تدخل بشي ما بيخصك. شباك وين رايح؟ امشي. شو بدك؟ امشي معي. وين رايح أستاذ؟ امشي معي. طول بالك. امشي. طول بالك. عود ولا شو؟ عود. زبط لي وضعك هيك ومشوف. هيك. نحن كمديرية لازم دائما ناخذ احتياطاتنا. بلكي شي موظفة لا سمح الله استقالت، أو قدمت إعارة، أو مثلا أخذت إجازة بلا راتب. ما بتنقطع المديرية، أنت بدك المديرية تنقطع شيء. شباك أستاذ، ليش تنقطع وما تنقطع؟ أنا عندي اقتراح، شو رأيك فيه؟ شو هو؟ اقترح لشوف، إذا عجبني يعني ومعقول ممكن أوافق عليه. شو رأيك نقول لك الأنسة أمل من عندك على المحاسبة، وجيب لك مرتك من المحاسبة لعندك؟ لا أستاذ، منيحة. كل شيء لجيب لي مرتي. الأنسة أمل كثير بتفهم بأمور الدراسات. منيحة أستاذ، منيحة كثير. منيحة؟ إيه منيحة. إيه بس لا تتدخل شيء ما بيخصك. امشي لهون لشو؟ امشي امشي معي لهون. وقتي. شو بدك تساوي أستاذ؟ طخي. ليه؟ طخي! حاضر أستاذ، إحنا رفقاتك بنمزح مع بعضنا كثير. إن شاء الله مشي الحال. ايه مشي الحال، مشي كتير. يعني ما مشي؟ لا ما مشي. ادفشه دفشه بيمشي. دفشته 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 دفشته، بعدين دفشني. الله يعينك. ورده. أنسة ورده. طيب يلا بيطلع بنتفيك. ايه؟ أنسة ورده، يعني اتذكري انه نحن كنا زمان مكتب واحد، كان في بيناتنا قلة مخرزات، بيعملي لنا زيارات، شقي علينا. ان شاء الله. ايه يعني اذا ما فضيتي ولو انه اعمل لك تليفون، خلينا نسمع صوتك الحلو. يا حلو استاذ سالم رجعنا. هلا بقعدت فيك. روح على مكتبك. يلا يلا عندي شغل. رايح بس ليش هيك في شوب عنكم كتير؟ شوب. الو. لقيتها. الو اعطيني خط.
ياسين موجود؟ انا امل. ايه امل سكرتيرتها للاستاذ جميل. لا مدام، مو انا اللي بدي اياه، الاستاذ جميل طلب مني انه يطلبه. وين راح؟ طيب شكرا. اكيد بالبيت وما بدي يعني احكي معه. اكيد قلبه حاسه انه انا اللي طالبته مو الاستاذ جميل. شو بدي زاوية؟ اجيت بوقتك سالين. شو بدي ايه؟ الك ولا للديب؟ للديب اختي، للديب. يا عيب الشوم عليك، هيك بتخجل آنسة عم تطلب منك مساعدة؟ هلا انت آنسة انت؟ شبك انت؟ قصدي شو بدي ايه؟ بدي اياك تتصل لي بواحد وبس يطلع الخبز تعطيني السماعة، الله يخليك تقبل قلبي. وليش هلف الدوران ما تتصلي فيه انت وتحكي معه؟ اخي ما بقدر، بعدين بشرح لك، اطلب الاستاذ وسيم. اطلبي خط. اعطينا الخط وليه؟ شو الخط؟ دقي الرقم. الو؟ الو مرحبا وسيم. عفوا، مرحبا مدام. يعطيك العافية. أنا سالم. بدي الأستاذ وسيم. أنا رفيقه. شلون ماني رفيقه مدام؟ أنت ما بتعرفيني. مدام أنا رفيقه، من جديد متعارفين على بعضنا، ما صرنا زمان. بجوز ما أقلك مدام. عاوزه شغلة خاصة. لا مدام، خاصة للنص. مدام شغلة ما بتنحكى. يعني شغلة رجالية، يعني رجال على رجال، يعني مثل رجال. ايه عجبك هيك؟ يقطع عمرك انت وياها. سكرت الخط بوشي. يقطع عمرك انت، ضروري تقول لها خاصة للناس؟ بعدين شو كنت عم تخبص وتقول لها شغلة رجال برجال وما بتنحكى؟ احترت شو بدي احكي معها. انشفت ريائي على مين انت وانا بعرف كل رفقات جوزي وماني سمعاني باسمك وجوزي ما حكالي عنك. دخلي مين اللي اعطيتيني احكي معه؟ هي مرته للاستاذ وسيم. ومين هذا الاستاذ وسيم بلا صغره؟ ما دخلك.